أقول لك مثلا إسرائيل سنة 82 احتلت بيروت أيام شارون، احتلت بيروت، دخلت براس، احتلت بيروت، قاعدين الجنود الإسرائيليين يشترون شاورما بشارع الحمراء كذا يأكلون ويضحكون، وبيروت تحت سيطرتنا، وشارون يحدر من سيارته ويدخل مطعم فيصل قدام الجامعة الأمريكية وتغدى، أهلا وسهلا فيكم ورحبون فيه، فهم شلون؟ مجلس الأمن اجتمع بناء على شكوى من الحكومة اللبنانية أنه يا جماعة تعالوا شوفوا وش يصير، احتلال دولة، احتلال، احتلال دولة لعاصمة دولة أخرى، وهذا يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة اللي أنتم واقعين عليه يا مجلس الأمن. طلع مجلس الأمن قرار بأنه على إسرائيل أن تحمل قواتها وتطلع من لبنان وتنسحب من لبنان. تدري سوت أمريكا فيتو حق النقض ضد الإرادة الدولية ومع احتلال إسرائيل لبيروت. هذه هذه هذا هذا شو تسمي عمار؟ هذا مو انحياز سياسي، هذا ضرب القانون الدولي بالشلوت يعني.